السلام عليكم ورحمة الله. قدم حبران من أحبار الشام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة المدينة التي يخرج منها نبي آخر الزمان. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة المكتوبة عندهم في كتبهم، فقال له: أنت محمد؟ فقال: نعم. وأنت أحمد؟ فقال: أنا محمد وأحمد. فقال له: فإنا نسألك عن شيء، فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك. فقال: اسأل. فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل. فأنزل الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأسلم الرجلان وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم. شهد الله وبين وأعلم أنه المتفرد بالألوهية وأنه لا معبود بحق سواه. وشهادة الله نوعان: شهادة قولية وشهادة فعلية. شهادة قولية كما في الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكما في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي. وشهادة فعلية بالأدلة الكونية والأدلة العقلية وبالحجج والبراهين الدالة على وحدانيته وبنصره لأهل التوحيد على المشركين والجاحدين المنكرين كآل فرعون وقوم عاد وثمود. وشهدت الملائكة وأقرت أنه لا إله إلا الله. وشهد وأقر أولو أصحاب العلم أنه لا إله إلا الله. وأولو العلم هم الأنبياء والرسل والمؤمنون في كل زمان ومكان. شهدوا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، فعبدوه حق العبادة وأطاعوه حق الطاعة قائما بالقسط والعدل في أفعاله وتدبيره بين عباده، حتى مع الكافر الجاحد والمنكر لا يحرمه من عطاء الربوبية. وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه، لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده، والذي لا يغلب ولا يغالب. الحكيم في أقواله وأفعاله، في تدبيره، في شرعه وقدره. فعزة الله مصحوبة بحكمته. جزاكم الله خيرا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله ولا يقبل غيره هو دين الإسلام. والإسلام المقصود في الآية الكريمة هو الإسلام بمفهومه العام، وهو الاستسلام لله بالعبودية والانقياد له بالطاعة. ذاك هو دين الإسلام الذي نادى به جميع الأنبياء والرسل منذ آدم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وصرح بها إبراهيم عليه السلام وقال: أسلمت لرب العالمين. ودعا موسى قومه إلى الإسلام وقال لهم: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وصرح الحواريون كذلك وقالوا لعيسى عليه السلام: وأشهد بأننا مسلمون. ذاك هو دين الإسلام بمفهومه العام، وهو الاستسلام لله بالعبودية
والانقياد له بالطاعة. نيجي بقى لتاني نقطة، وهي نقطة مهمة جدا. أخذ الله عز وجل على جميع الأنبياء والرسل في كتبهم لئن أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. فجميع اليهود يعلمون من كتبهم علم اليقين أن هناك نبي لآخر الزمان وله صفات مذكورة في كتبهم، وأن عليهم جميعا الإيمان به واتباعه وتصديقه. وكذلك النصارى يعلمون من كتبهم أن هناك نبي لآخر الزمان مأمورون جميعا بالإيمان به واتباعه والتصديق به. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوه انقسموا إلى فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لم يكن اختلاف اليهود والنصارى بشأن محمد صلى الله عليه وسلم عن جهل، وإنما كان عن علم. فعلموا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان المذكور في كتبهم، وعلموا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا باطل معه. ولكن لماذا فعلوا ذلك؟ بغيا وحسدا وظلما وعدوانا وطلبا للرياسة والمال. ظنوا أن باتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم سيخسرون كل شيء، سلطتهم وأموالهم وأهواءهم وشهواتهم، فآثروا الكفر على الإيمان. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أليس ذاك من العدل؟ بلى، هو من العدل. من يكفر بآيات الله ويجحدها بعد أن علمها فإن الله سريع الحساب وسيجازيهم على كفرهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إلى دين الإسلام، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات السلام عليكم ورحمة الله. الاختلاف بين البشر سنة كونية، والاختلاف بين أهل الإيمان والكفر أشد. فماذا نفعل عند الاختلاف؟ قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ذاك هو سبيل المؤمنين. فماذا نفعل عند الجدال العقيم والمحاجة؟ فإن قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن والله بصير بالعباد. فإن حاجوك وجادلوك وخاصموك في شأن التوحيد أيها الرسول بعد أن أقمت الحج عليهم، فقل لهم: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، إنني أخلصت لله وحده فلا أشرك به شيئا، وكذلك من اتبعني من المؤمنين أخلصوا لله وانقادوا له. ولماذا الوجه تحديدا؟
لأنه أشرف وأكرم ما في الإنسان، فإن خضع الوجه خضع ما هو دونه. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين الذين لا كتاب لهم أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى الحق والطريق المستقيم، وصاروا إخوانا لكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. وإن تولوا عن الإسلام ورضوا بالأديان المخالفة، فإنما عليك البلاغ وإقامة الحجة عليهم. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. والله بصير بالعباد، لا يخفى عليه من أمرهم شيئا. بصره نافذ، يعلم من يستحق الهداية فيهديه، ويعلم من يستحق الضلال فيضله. ذاك هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فالزموه. جزاكم الله خيرا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير.